ما كتمشي للجامعة أنا أسير الجامعة. الآن عملنا اتفاقية مع التكوين المهني 5%. بغينا نديرو تجربة لأن ماشي كل وزارة اللي كتقرا لي راه الأسئلة اللي كيقبلو داري غنديرو درنا التجربة ديال 5% البلايص لي ليسونس بروفيسيونيل لي سيستيم خاصين صحاب التكوين المهني كنشوف على المستوى يعني مايمكنش يجي غير الخوف لاكسي لا ليسونس بروفيسيونيل لاكسي لي ستيم pas concours. Mais que j'ai des jibouettes, il doit être bien ça, mais il est trop. Halo Hacha, et il doit concours. Il a une déjà, il a une déjà, et je dis, on a un pin de sera, ça va mieux. Moi, j'ai eu le bouchier. Je suis sur le chien de Halo. Pas de crédit, je dis. Ah, mais tout le monde est juste que les crédits, je dis. Ah, là, je suis maître, je vois ici. Pas plus, je sais pas. Ah, mais je vois ici. شنو قلنا ما وجدوش حتى البلايص يلا تديروا المدرجات ها هي الاستاذ خرج شحال غادي يسكن الورقه يلا هو سجل سجلها ب 10000 واحد في السنه الاولى غادي الاستاذ غادي يسكن 10000 ورقه ما كاينش البلايص ماشي الوزير اللي تيقول ما تقبلوش الكليه عندها فرنسا تجي لفرنسا عندها العدد البلايص تكون انت تقول لك انت اللي حاجز الانتظار بعدا في المغرب تنسجلوا البكالوريوس تكون غير اللي يلقاو شي بلايص كتزيد راه الاساتذه اللي ما يمكنش ياثروا العدد كي غادي يدير الصفحه راك رانا الشعب كله يقرا اخر امي في سويسرا مات في السبعينات ديال القرن الماضي حنا باقي تيتزاد واللي بغا يقرا ما بقاوش تقولوا لي بغيت نقرا هي تقرا في المدرج راه كاين في امريكان جامعات ما تيجيش ما كاينش مدرج ما تيجيش طالب راه العلم الان موجود الكور ديال هارفارد بالفرنسيه ليكونومي راه كاين لونيفرسيتي ديال فرنسا حنا غندخلو معاهم لي موكس في مراكش راه هاد لي كور ديكونومي كلهم العلم جا غادي يهجم عليك الدار راه ما بقاش تقول لي العلم نمشي للمدرج نتصنت الاستاذ راه يقول لك الاساتذه قلت لكم الاستاذ ملي يجي في كوريا ما بقاش يدير الدرس الطلبه تيسالو قراو الدرس راه ما يمكنش داكشي اللي قرينا به حنايا ستينات تقراو بيه فيديو العلم بحال الانترنت باغي تصنع حتى آلة كي تصنع طيارة كي تصنع طوموبيل تدخل الانترنت راه لوبن سورس كاين في كل المجالات اذا حتى واحد ما بقاش يتبرع يكون في عالم القارئ والغير يكون عندنا الانترنت العلم موجود اش اللي تيبغي واحد يبغي الدبلوم هكا باغي ديبلوم باش نترقى به راه غدا ما بقاش سي في ديبلوم وثائق ورقه المقاوله ما شهرهاش في الواقع اللي عندي اش عندي في الراس تاع في دي بي تيرفيزي فري هذا كنت راه غير نقول هاد تيستي يعني ملي كنشوف المقاوله انت جايب الديبلوم ديال غير شكري المقاوله خاصها ناس اللي عارفين يخدموا ماشي الامريكان طون ديبلوم فوريان العلم متاح والان راه كنشجعوا الاساتذه باش يديروا لي كور في الانترنت ما بقاش يبيع في الكتاب خاص يكون الدرس ديالو مسجل وانت قارئ وموجود حتى تقطع السينا راه قلتها 100 مره قلتها ما بقاش الطباشير والطابلو الكحال والطابليه وهي موت موت لا غير ما غيرتش المنطق لا ديال الاستاذ ولا ديال الطالب راه مشكل الا بقى الطالب تيجلي واحد السيلو تيعطي وواحد ورقه شي مشى للمنطق راه خاص الطالب مع الاسف كان الفقر ما الطالب غادي يجيب لورديناتور راه في كلية الطب الان في الرباط تابلو ربما كاين جو اخرين انتراكتيف تيجي كلشي لورديناتور ديالك ما تفكر داكشي اللي كاين في التابلو راه تيوقع راه هادشي اللي خاصنا ندخلو اذا خاص واحد غسيل الدماغ ديالنا خاصنا نعرف ما لا يجري من حولنا وما نفكروش وحديتنا المدرج ما بقاش هو البلاصه اللي تشد عليه من الان كلية طب مراكش
مدرج صغير راه كاين طلبه اخرين في مدرجات اخرين اللي شغل لك راه من فرنسا تبع لك راه دروك غادي يكون في اكادير راه استاذ من مراكش اخر في اكادير ها هو جالس مراكش في الرباط كاين اساتذه من الديور ديالو تيديرو الدرس من الدار ديالو ما تجي ما تجيش قدامك ما بقاش تشوفو بالطبيعه لا ما تشوفش الاستاذ تشوفو غير لك راه هذا هو اللي خاصنا نشوفو حنا الان كنجهزو الجامعات كذلك بالفيرتيال غاتجيكم لاي تيستي غادي يجيكم اسيدي لوجيسيال كاتيا 6 اللي عندنا انجينير كاتيا 6 خدمه موجوده غادي يجيكم دي موتور وغادي يكونوا دي موتور الموتور ديال فيه كاين دخل الانترنت حط الموتور سد الموتور وغادي يجيك دي موتور ديال بيجو بلان اكسبلو ديالو غادي يكون عندكم لاي تيستي ولكن راه ماشي بالضروره راه 30% ديال تقيس الموتور كلشي لاخر فيرتيال الموتور عندك في الانترنت ديال شي ديال سي دخل ومعطي بالعربيه ربما حتى بدا مازال ممكن اي لغه بغيت كيتحل الموتور كيتسد الان خاصك يتساو بالياس وراه هي ما تصب بالرئيس ديالكم غادي يكون فابلا طلبه كيفاش يتساو بالياس اي ياس بالبروتوتيباج ضروري يكون عندك البروتوتيباج كيما كان الياس ماشي الياس المشكل كيما كانت صورة تدخل في الأورديناتور دروك البروتوتيباج راه الآن بداو تيصوبو الجلد بنادم تيتصوب من هنا 15 سنة قبل من 15 سنة غتلقاو تقول كدا بنادم معناتها خاصك كدا اللي هي كدا خاصك قلب اللي هي قلب هادشي جاي هادشي جاي كيفاش راه خدام هذا لا الان تيقول لك سيدي بنادم خاصو يعيش 200 300 عام تولي بياس ديتاشي بنادم بياس ديتاشي فين الحكايه فين وصلنا بنادم بياس ديتاشي تمشي تشري اللي بغيت الان غير بروتوتيباج واحد لا قدر ما قريب تهرس سير جيب الحديده الحديده تصوغو تما تاخد العبار وتصوغ الحديده تسير بلاصه بالبروتوتيباج هاد التقنية خاص يكون عند الطالب باش فعلا ملي يخرج من الجامعة قاطع على راسو ولكن شنو دارش هادي دارت ملايين ديال الدراهم من الشركة تعرف غير سيميلاسيون الطبيب كلية الطب واش دروك بالله عليكم الطالب ولا الطالب كان يتعلم في رمضان تولد يجي يتعلم نو كاين سيميلاسيون غير داك ديال سيميلاسيون 300 مليون واحد باش يتدرب قبل ما يمشي يولد وهكذا في حالات كثيرة باغي دير عملية ما غاديش تعلم لي واحد العملية تا دير عملية وتراجع وتعاود 100 مرة في السيميلاسيون ولكن تعرف شحال تتسول عشرات الملايين غير البروتوتيباج الآن باش نكبرو شوية مليار سنتيم ومازال ما كملناش الآلات في الرباط غير صغار ديال التكوين إما دير هادشي إما ديرش تعرف اليوم في الولايات المتحدة 8 عمليات في نفس الوقت ملي هاد العمليات في نفس الوقت ديال البروستات ديال الكلاوي بلا طبيب غير روبو مع تقني روبو تيفتح اذا خاص يكون طبيب هذاك الطبيب ديال غدا اللي غاد 2030 2040 انا مابقاش نفكر بهاد الطبيب اللي فات لا طبيب غدا المهندس غدا السيارات مابقاش تحتاج 30 متر قال لك حنا ندير غادي في نص كتار يكون عندك معمل السيارة بالبروتوتيباج التكنولوجيا اللي جاية فين حنايا لن بدا الجامعة المغربية الطالب اللي ما تيديرش البحث وعارف هادشي خاص الطالب يقول لي فين وصلوا فين انايا ها العلم فين وصل خاص يكون سابق من الطالب في البحث انا دائما في الاورديناتور ديال البشريه التصوير الجديده اش غندخل دخلنا تخصص جديد ما كانش تخصصات ما كانت في فرنسا بحال التربات النادره ليتيرال ملي يديروا لا ايباد هكا غير تراب هذاك ديت هكا كاين غير شي بلاص شي نوع عندنا فرنسا تنقلبوا على سبيسيال ما لقيناهمش وحنا في الحالي الماستر فيها تخصصات كثيره دخلنا للبلاد واخر حاجه سيرو غير قراو لي فينونس نيوز ديال هاد الاسبوع قراو قراو اش تيقولوا على الجامعه المغربيه دوك التخصصات عمرها ما كانت فاشي خاصهم تعرفوا الطلبه الشباب الطلبه شنو يجي من حبيكم اما
كلشي غادي يجي يقرا حتى انا غادي نرجع وفين لا في المدرجات في القاعات في الاساتذه هذا العام عطيناه 300 استاذ وكلهم غادي يكون لهم تقنيات جديده ما بقاش يجيب دي قرينات هذوك ديال كلهم حتى حدا شي واحد شاف ترا قبل من هذا التنسية 1600 لا الجامعات وما كبيرش انا كنطلب 2000 كل عام خاص 2000 استاذ ذاك الوقت الان في الرباط درنا تجربه ديال الموظفين وبما مشي طلبه من الخمسه الفوق في الدار في الرباط ياخذ 1000 درهم في العام وتيقراو نفس الدروس ونفس الشهاده الموظفين هاد ماشي انا خاصني الاساتذه يكونوا مستعدين ماشي الوزير اللي كيدير الجامعات عندها استقلاليه انا شجعت الجامعة الاساتذه اللي الجامعه تبغي ولكن يقول لك انا هكذا قولي لي شحال عنده الطلبه تيقول لي ما يمكنش نصحح الا جاو تسجلوا يعني كاين شكون غادي يصحح لهم الاوراق ديالهم قال لي خاصني الاساتذه واخا تكون عندنا انا هاد القاعات ممكن يكونوا خاويين وشكون غادي يصحح لهم الاوراق ديالهم اذا نخلق احنا كنبنيو وكنزيدو المناصب باش نوصلو هادشي اللي بغينا اما باش دغيا هاد العام حنا ما قلناش ما تقبلوش لا غيرو حتى الجامعة الا فيها الله يشجعنا وقلنا لي غير تسجلو ما امكن بالنسبة للباك القديم باش دير مدرسة في ولوج المعايير هادي الان ولوج المعايير غتبقى غادي نوقفها ان شاء الله ما تقدرش نديرها الان ولكن زولنا ذاك النقطة ديال تكوين المستمرة ديال الكونترول طبعا المستمرة زولنا لأن كان خلل فيها شي اللي يزيد شي اللي يعمر شي اللي يدير الدروس اللي يعمر الإصلاحات ماشي سهلة الإصلاحات ثقيلة وصعبة القانون الخاص باللغة الفرنسية ما تقدرش تقول لي تنقرا بالعربية وكنجي نقول واش نجهد في العربية تقرب العربية وصلت البكالوريا العربية باش تقري في الطريق نوعي فين هي قلت لي ولكن عندنا مع الفيزيك والله لا انا خاص قريت 1800 ساعة فرنسية اللغات تيتقراو في الشهور عندي 55000 طالب بحالكم برا تيقراو في امريكا تيقراو في فرنسا دغيا تيقرا باللغة ما تيقراش العربية تيقرا باللغة اخرى إذا كنت مجاهد بالعربية كنت مجاهد في اللغات المشكل ما عندنا لا عربية حنا كنشوفو كلية الأدب كنشوفو اللي يجيونا كلية الأدب ما كاين لا عربية لا فرنسية باش ما نضحكوش على أنفسنا قريب الفرنساوية قريب العربية تاخد اللغة ولكن ماشي الذنب ديال الطالب أنا راه قدام التلفزيون فيه قريب الفرنسي ولا اللي بغيت أنا عندي غير هنا في فعيطة كروطا ماشي شوي ثلاثة تلمت في قسم وريتها للوزير كي بغيت قريب له الفرنسي لا قريب الانجليزي ولا شي حاجة قريب اللي بغيت ثلاثة في قسم 50 تيكون في 30 تكون في كي غادي يعطيك الاستاذ 50 تيميت ما يمكنش التعليم باغي الجودة عندها ثمن عندها ثمن حنا ملي كنا نقراو بنسينا كاتريا ماني كنا 20 واحد في القسم كاتريا من 20 واحد في القسم تنكونو 25 وغيرو الأستاذ عارف السمية كل واحد الوزير عارف السمية ديالو وكان تيدوز واحد جوج على 20 تيدوز الآن لا ما عندو المعدل ما يطلعش شوف اسم الآخر الرئيس القديم في ماليزيا شو اسمه؟ مهاتي قال لك أنا إلا بغيت نصلي كنطلب على الكعبة إلا بغيت العيد كندو الجلدية تاعي توجه هنا الفرنسي هادشي اللي عارفو أوليدي الترونسبور وكيلاه عليك شحال عمرك 18 كمان فين تجيب الفمول السبيلات ما كاين البودرون كنا كنقراو القنديل الزيت وفتيل هذا الوقت هذا الحمد لله كانت الزيت عم كفا
شوية بانكريات اللي يكون غيس على الكتف طالب قدرون ديال مراكش طالب قدرون ثلاث مرات هذه زي ماشي نفس القضية قبلت شوف هذاك هو التكوين حنا ولاد داك التكوين إلا ما عنديش صعوبات كتلقانا عشية حتى العشرة د الصباح جور جور انت عندي الله يرحمها تنوض مع الفجر تحلب البقر الحريرة انا اللي كنت نصور راسي والحليب الفطور نور الفجر وطالع البسيم وكنا في محاولة كرجة محاولة كرجة باقي الاثار ديال واحد الطيحه تبيت لقيت راسي في السبيطار ما يمكنش تقول لي خاصك تشدي الطوبيس هو ماشي الوزير ديال الطوبيس الطوبيس ديال البلد ديالك ماشي ديال الحكومه غير دخل 40 ممنوع الحكومه لا بودره الفرا بحال الحال ما تجيش تقول الوزير هذا تدبير المحلي ولكن المدينه غنبنيو الجامعه وسط المدينه شوف كاين بسكليت كاين موطور كاين هادي كاين هادي حنا بلاد فقيرة ما عندناش البلد ديال الدين بلاد واخا انا باش تنسير شحال من طوبيس خاصها تمشي الشركة اللي غتجي باش تكون مربحة تتسنى دوك الشركات انا عارفهم راه صافي خاص تسنى ما يدير لك الطوبيس الا داك الوقت اللي عامل الطوبيس وما بين هذا وهذا راه الدار غادي يتسناو تا عمر الطوبيس تبقى في السير قدام الكلية تبقى تيتسناو ومو الطوبيس ما يجيك عارف الوقيتة فاش كاين عمل باش ما يمشيش خابي جاي ما عندناش القطار ما عندناش راه نورمالمون خاص يكون الترامواي ويكون الجامعة تتربط الترامواي دايما ولكن واه الرباط شحال درنا الترامواي شحال خاص الدار البيضاء شحال خاص يلا دينا انتوما بلاد فقيرة حنا بلاد ما كاين الغلط الله انا كنت استاذ فاز كنت نهز بشكلت مشيت الكلية قلت لها ما غيروا المنطقة الطالب يجي الطالب يقول لي استاذ باش نسلم لك الطالب ما عندوش عقلية يجي مسلع بشكلت ما عندوش عقلية الاستاذ يجي على بشكلت لا خاص الاستاذ ايه كيف طوبيس ثاني فوق الاستاذ طوبيس ثاني سبحان الله خاص نغير هادشي انا ما عنديش 99 مرسيدس ما عنديش انا تنمشي للزيت الحكومي بعد الطرق ديال الراب بحال الراب كاطو غير كتلقى الصغير جيت الحكومي تنمشي غير هذا سايق راسو الطوموبيل اليوم جا معايا الشوفور لان كنت البارح كنت في الدار الدار البيضاء غيرو راه هذا هو راه دول سكوندينافيا الوزير غادي على الشبيط الوزير غادي على الخفات يمشي يتخدم الأبهة هاش ما احنا ماشي في مستوى بعد هذا احنا هذا الشيء اللي كنتو خدينا المنطقة الفرنسية المنطقة الفرنسية مابقاش تبدا تعاون خصنا نغيرو هاد المنطقة ونرجعو للمنطقة ديالنا اللي كان عندنا بلا واش تعرفو أول جامعة في العالم فين كانت؟ عشرين سنة يلا 859 ماشي هجرية ميلادية 859 ميلادية وحتى القرن الخامس عشر الغرب كانوا يتساءلون هل المرأة فيها روح ستة القرون من بعد باقي الغرب تيتسأل واش المرأة فيها روح أنا بأمي عيني شمشيت الكنيسة في سويسرا كنيسة قديمة المرأة جميلة طابلو المرأة جميلة ورجلين دمعزة عندهم المرأة تساوي الشيطان باقي الصورة بريطانيا كان ممنوع يدخلوها اليهود حتى القرن السادس عشر منين نهار الاندلس خداو اليهود دخلوا العلم المغرب لبريطانيا الكنائس القديمه في بريطانيا باقيه مكتوبه بالعربيه وباقي في لونيفرسيتي بريماري المقبره ديال اليهود اللي دخلوا اللغه العربيه والعلم لبريطانيا البابا سيلفستر الثاني قضى قفاز من 996 سنه 1000 ومن عندنا خلال الرياضيات وعرفتوا علاش عندنا الجبر ما عرفتوش الجبر علاش الارث هذا يرث الدمون هذا التولد هذا كله يساوي واحد واللي ما تيولدش تيولد صفر والايكواسيون
1 8 plus 1 tiers plus 1 demi plus égale 1. Vous pouvez dire l'équation. L'algorithme. هذا الالغوريثم اللي كان خوارزمي غير نرجعو بعدا داكشي الناس اللي كان تيخدم العداله والتنميه لن يضحي بالديمقراطيه وحتى باش ندير مؤتمر استثنائي باش نعزلو كان التصويت كانت المواقف ماشي في جواب ولكن تمديد ديمقراطية أنس علاش عندنا مسطرة معقدة إلى بغينا نديرو مؤتمر في الانتخاب وعندنا مسطرة معقدة غالبا ديال إفراز المرشحين وإفراز المرشحين بسبب مؤتمر الجن حتى خبر الشهر الثامن ياك وكون باغي دير مؤتمر شحال من مؤتمر جهوي غادير باش دير مؤتمر ما يمكنش يستحيل دير هاد جوج انا اقترحت نكونوا في ديسمبر قال لي هو افترض الى حملنا نديروا الحكومه واش يمكن توجد الحكومه ودير في ديسمبر ما عندناش هادي السخاوة ديال البنت على اي حال نشوف معنا هذه التكوين يناسب الشغل كاين بزاف النظري الجامعه المغربيه ما عندناش بزاف ديال الكرافو براتيك لان العدد الاسابيع كبير حنا ملي كنا تنقراو تنقريو 70000 80000 لي تي دي الكرافو براتيك ما يمكنش قاعه 30 الان على الطلبه حنا ملي يجي تنانا كان 80000 طالب الان 800000 طالب وعدد الاساتذه ما تزادش الوتيره ديال الطلبه اذا هذه الشيء هذا الشيء ديال الله تزيد الوتيره والطالب كان تيجي ما تيلقاش بلاصه في المدرج شحال شحال من لونفير هذا الدنيا منين جوج لا 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 ما غاديش يبقى مشكل في الدار ديما ما غاديش يبقى مشكل في الدار وعندي الموارد الماليه ولكن راه قدام في التلفزيون عندي 700 مليون درهم للبحث العلمي ما غاديش نرميهم للصرف خاصك المراقبه ديالك كان دير بعض الفلوس البحث العلمي ما تعرفش حتى حاجه ما يمكنش تصرف الفلوس انت مؤمن على الفلوس هذا الشيء ديال حمزه الحمصاني تاكدوا لي الله يرحمه التكوين رجع التكوين طلب العلم فريضة اطلب العلم اطلب العلم من المهدي إلى اللحد خاص كلشي يقرا هادشي اللي قراو الطلبة هنا 10 سنين ما صاح والو تغيليو مات تغيرا العلم تغيرا يتغير واحد السرعة اللي ما قادش الآن في المدرج خاصنا نعلمو الناس اللي يقراو ماشي نقريهم اش يقراو العلم راه موجود ولكن كيفاش يطور نفسه ومن يمشي حتى انا حتى الدكاتره اللي عاطيني نديرو تكوين الانجليزيه تواصل ولا الانفورماتيك ومن هنا الطلبه مثلا عندكم من هنا غنوقعو قريب الميكروسوفت غتكون عندكم اكثر من 600 ديال الدروس تخصص اللي بغا يدير لي سيتيفيكا ديالهم انا غنخلص 150 مليون مليون ونص ديال الدراهم باش الطلبه اللي باغي يشي ماده 600 عام ولكن خاص التوصيل بالفرنسية راه خدينا ديال الفرنسية خاص غير يقرا العلم قلنا لكم لي ريفي 23 مليون درهم جوج مليار و 300 مليون غير لابورمون من خلال المجلات العلمية باش الطالب يدير البحث العلمي إلا عندك الانترنت عندك مجلات عندك لي كور في الانترنت قبل كاع ما تجيش ما تجيني كاع المدرج لا سيميلاسيون تجي وقت لي طرابو براتيك لك ولا سيميلاسيون تاع الانترنت موجودة راه إلا ما دخلش الطالب في هاد المنطقة راه ما عندناش جامعة في المستقبل المعاقين ما عانتهم
المعاقين القانون ديالها باش غير باش يدير الجيش الحكومي ويمشي للبرلمان. انا بعدا كنتسق على ديك السيده لانها صبوره وتقريبا تبكي على داك الملف لان خاص غير يحدد شكون المعاق. يلاه حدد شكون المعاق بعدا نخدمو قدام شكون المعاق. كلشي غايقول لك انا معاق. الان تنشوفو كيفاش على الاقل نحلو الصحافه اللي نوفي باش باش لي مجالات دخل هذا الابصار اللي ما تيشوفوش كيفاش في الصحافه ممكن يكون في الصحافه لا مشكل. الان تخصصات اخرى الان درنا البرايز راه في كليه الدار البيضاء غنديرو عاوتاني في الدار البيضاء في التكوينات. المشكل هو هذا اللي هاد المناصب اللي قالت لكم ماشي مناصب لان من المفروض 7% ديال المناصب تكون لهاد المعاقين. الان طبيب مع طبيب كيكونوا في تخصصات معينه كاين مشكل فعلا والحكومه واعيه ولكن راه القانون راه في البرلمان وراه غادي يكون دعم لهاد الشريحه لان هي من ذاك النوع اللي منسيه. انا هادشي تنكلي تنقول ما كاين حتى واحد في المية داكشي تنقول لا سيما في الجيش الحكومي. إذا ديك المرة خاصكم تصفوا عليها. الأخت الحداوي خليه يدير لك المثال. كيفاش ما كاينش المثال؟ راه المثال كان في الصحة. كاين في ذاك البطاطا باش باش ما تموتش النباتة. النكلي راه كاين في كلشي. السبيطار راه ما عمرك المثال. وعندنا في العمر هو اللي بدا يفكر بيه انتم النكليار هي تدخل تو بالقربولة راه في مجالات كثيرة النكليار. طيب شي قاعد تو في الطب في النكليار خليه يدير النكليار بلا جو النكليار. انجينيور لوجيستيك اون شوماج سي با سي با نورمال سي با نورمال. واحد شي حاجة تيكون مدرس خاص بغير ممكن تيكون مستوى طبيب صانوفي تكون عنده تجربة ديال 14 سنة عنده 30 ألف درهم صانوفي ما كاينينش الإنجينيور في لوجيستيك. لا جوستومون ما فهمتش علاش المغرب تاخذ واحد الناس سوق جديد. هذا هو راه هذا هو الشيء اللي تقدر تقول واحد تكوين ميني ما عنديش معامل كيخدموا الناس كندير تكوين ميني وما كاينش معامل هنا خص يجيو المعامل باش الشباب يخافوا منه. L'enseignement à distance, à Marrakech, les MOOCs, il y a un Marrakech qui est le plus important. Il y a un Jamia à Marrakech, il y a un Jamia à Marrakech, l'internet. L'un, diplôme à distance, à Djibiga de l'Hind, qui est américain, mais il y a un diplôme de Maghrebi, même si on a un Arte, le Mouadal. Il y a un Maghreb, il y a un diplôme de Maghreb. خاصين عاد ديال الهند ولا غادي يبقاو لك الدبلومات ديال العالم كله طايح في البلاد ما يمكنش. اذا انت ما عندكش المعادله ولكن اللي بغا يقرا كاين اللي بغا الشهاده كاين اللي بغا يقرا اللي بغا يقرا اللي مشتت عندك الفيديو شنو ندير به. عبد الله بكير الرئيس الحكومه مات مجلس الحكومي قال بالحق هذوك الناس اللي فوق الصواب الفلكي ما غادي يديش يبيعوا حقوقهم. ابسونس الباكالوريا انا ماشي عندي ولكن فكروا معايا عندي في الجامعه راه كتعيشوا كندير امتحان كندير الاساتذه كنقلب شكون حدا المدرج تلقى حاضره 40% طبالين حطيناهم في الوراق الاساتذه وداك الشيء ما كاينينش. شحال مكلف للبلاد انا قلت الاساتذه ولكن مع الاسف ما استطعناش ان الطالب